هذا سائل يقول: التفصيل المذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، قد قرر في القسم الثاني أنه من الذنوب، وقد قررتم حفظكم الله في شرح كتاب التوحيد أنه شرك أصغر. أي نعم، هو من الذنوب وهو شرك أصغر، لا فرق بين الذنب والشرك، الشرك يسمى ذنبا. نعم.